هي حالي والحال كتير تعباني فتيت وما لعبت فتيت وما لعبت فتيت وما لعبت فتيت وما لعبت هلأ رح نسمع سوا فتت ما لعبت فتت ما لعبت بالاشتراك مع راديو سمارت يا حبيبي يا حبيبي يلا لك ابني مين طلعت عنده السبعة؟ سمي خلصنا يطول بالك في راسوه لسه عم نرتب الورق يعني معك السبعة فادي؟ لا معي السبعة ولا زمتها صحيح مع مين السبعة؟ جايز صرعتونا السبعة عندي بس لسه ما شفت كل ورائي عن جد شعب ما عنده صبر مودي حبيبي اذا مو عاجبك شعب روح دور لك على شعب تاني هيك بيكون من مقامك وبيتناسب مع احساسك المرهف حبيبي لا حول ولا قوة الا بالله بلشنا هلا اوف كورس رح اعمل هيك يا مان عندي موعد بالسفارة الامريكية ببيروت بعد 3 ويكس وثلاث اسابيع عن طلعت الفيزا مو راجع غير لتخلص كل هالقصص والله ما بي مو راجع ابدا والله حاسس حالي حاصفة بهالبلد لحالي ما عم يمرق يوم غير وعم نسمع فلان سافر أو فلان بده يسافر كله عم يشمع الخيط وشي أبعرف لأين تح أصمد أنا لك خليه يروح على أمريكا بكرة بصير يطلع مسيرات مؤيدة لسيادته بنيويورك أو بواشنطن وشرطك بتكون هالمسيرة بحماية الشرطة الأمريكية هنيك وبيضل يحكي عن المؤامرة الكونية يلي عم بيقودها أوباما على نظامنا الممانع يا زلمي على هالقصة إلي الشرف أطلع مسيرات مؤيدة لك بها الخطيبة ما بيصير لها شيء إذا ما دردشتوا 24 ساعة باليوم فراسك شوي عن الموبايل أحكي لك كلمة قبل ما الشباب يستلموا بعض كالعادة خطيبة مين لك فراس؟ عم أحكي معك فيك يا حسن ترك درعة من شي سنة ونص قعد بعمان كم شهر لا لاقى شغل ولا يقدر يرجع للبلد وضعهم المادي يبدو كثير صعب طلع على تركيا مشان يروح على السوق ما حدا ضربه على ايده وقال له روح على الاردن ونزع سمعت السوريين هنيك وبعدين شو كمان بده يهرب على السويد بطريقه غير شرعيه شرشحونا هنيك اللي عم ياكل العصي مو مثل اللي عم يعدها درعا من المدن اللي كانت عم تنقصف هي اذا ما بدنا نحكي عن القصص الثانيه اللي عم تطفش العالم من المدن اللي فيها ثوره او ماي جاد بيرجع بيقول لي ثوره فرطت يا مان وطي صوتكم يستر على عرضك انت وياه مودي سمي لعبه خلصنا في وجهه نظر بكلامك فادي بس كمان إذا الكل ترك البلد شو استفد؟ ما في غير أولاد البلد عم يروحوا وعم يجي الغريب والله شايف لكم سوريا راح تصفى من دون سوريا إيه بس يا بهاء في كتير عالم عم تشتغل من برا البلد لمصلحة البلد وفي كتير عالم عم تسترزق برا البلد كمان نو انت السادة عم تسرق مو عم تسترزق يا مان مودي حبيبي أكيد خلص ترتيب ورقة قلنا شو طلبك بقى وخلي نخلص هالبرتية اليوم على بكي فتيناها ولسه ما لعبناها يا شباب انتم عم تبالغوا كثير اللاجئين اللي بالخارج والله ما حدا منهم مبسوط ما حدا بيترك بلده غصبا عنه وبيكون مرتاح هاي الناس ما طلعت سياحة ولا حتى طلعت من شان تأمن شغل هاي الناس كانت عايشة كريمة ببيوتها وحاليا راحت بيوتها وعلى قولة جدتي الله يرحمها عزك ببيتك أكيد بها بس كمان في جماعة الخارج واللي مسمين حالهم ناشطين وعم يشتغلوا مع منظمات مو معروف لمين تابعه وعبوا لبنان وتركيا وعم يقبضوا بالدولار ولو عليهم ما بدهم القصة تخلص ومشان ما حدا يزعل عم قول ما بدهم القصة تخلص ها إن كانت ثورة ولا أزمة بدهم ياها تطول لك عمي خربانة خربانة إيه بس مو الكل عم يشتغلوا مع منظمات عم يقبضوا بالدولار في ناس قاعدة برا وعم توصل الليل بالنهار وهي عم تشتغل بالإغاثة أو بالإعلام أو بتعليم الأطفال اللاجئين وانا بعرف كتير الله وكيلك يا الله ما عم يطلعوا مصروفهم لك ليش لا يطلعوا اساسا يا مان هلا اللي بده يشتغل لسوريا بده يروح على الاردن وتركيا ولبنان ليشتغل من شانه اللي بيسمعك سوريا صغيره مو وسعاني اهلها لا مودي ثخنتها يعني تقول كانك مالك عايش بسوريا وما تعرف شنو عم يصير بسوريا حسوني كاست ماي زكاتها خلص سكروا على الموضوع شباب بلا ما يسمع حسوني ليش شو عم نحكي انت وين والناس وين يا زلمي أخي أنا وجع الرأس ما بحبه لا بحب نام بالقبور ولا بحب شوف منامات وحشة القصة أكبر مني ومنكم خلصنا مودي هي مملكتك سمي ومشينا ايه ونسيت تقلنا الله يطفيها بنوره حبيبي خلص خلص هي إجا حسوني
وهي أحلى قاسة مي لأحلى معلم فراس. لقريته صحة وهنا. مرونا يا شباب، حدا ناقصه شي؟ قل لي أخي حسونة، أنت شو ناوي؟ حتبقى بسوريا ولا حتسافر مثلك مثل هالعالم اللي عم تسافر؟ أخي أنا مني وعلي والله مبسوط بشغلي هون، وما في مثل الشغل مع المعلم أبو إبراهيم، مع أنه بيقسى علي أحيانا ها، بس والله يمكن السنة الجاية يروح على لبنان، لأنه بصير واقف سحبي على الجيش، والوالد والوالدة الله يخلينا ياهون، ما بدهم يعني يمشي على الجيش. لا، وليش ما تروح على الجيش لك حسوني؟ يعني والله الوالدة قالت لي بروح فيها بشردة مي. وليش أنت ما رحت على الجيش حبيبي مودي؟ مو أحسن ما كنت تدفع بدل مدري كم ألف دولار وأنت قاعد بقلب البلد لسه؟ يسلم ودك حسوني، خلاص فيك تروح تشوف شغلة، ما بنعطلك عن باقي الزباين. إيه مودي، هي الدورة ديناري ما هيك؟ إيه ديناري ديناري. أيوه ثواني يكون عنده. شباب ما بدي ضل عيد وكرر، مشان الله لا تفتحوا السير قدام الغرباء ولا تخلوا حدا يسمعنا. لكن يا عمي، إذا بدنا نبقى بهالبلد بدنا نوطي صوتنا وما نسترجي نفتح تمنا ونعمل مثل ما النظام بدو يانا نعمل. هسا كل اللي بقيان بالبلد عم يعمل مثل ما بدو النظام، هي كتير سيد لؤي. في كثير عالم معارضين للنظام وما نزل سقفهم أبدا، وفي ناس كثير سكتت مو لأنه خايفة بس لأنها عم تشتغل عالساكت وما بدها تروح ببلاش. أنا هالكلام ببصم عليه بالعشرة. بالنسبة لي أنا نار الداخل ولا جنات الخارج. بصموا سيدي بصموا، شكلكم جبتوني على الفاضي اليوم. هاي الساعة قربت تصير عشرة والبرتية لسه ما بلشت. يلا عمي مودي شقلنا شي دينارية مرتبة. وات؟ ديناري؟ لا بدينار؟ ايه سيد راسي. ايه بخسر، مين الجحش اللي سمى دينار؟ انت. ايه جيم اوفر، شلشتوني بقصة الداخل والخارج وخليتوني سمع كيفكم. ما بدي كمل. ايه خلص سكروا على الموضوع وخلونا نمشي، شكلكم يوم فاسي معكم على حكي بوجع الراس. خلونا نطلع من هون قبل ما ندخل على بيت خالتنا، اكيد حسوني سمع كلامنا. ليكو عم يحكي التليفون. خلاص في راسه ولا يهمه، بكره احلى بارتيه لعيونك وعيون الشباب، وغالبا حسوني بيكون عم يحكي مع مدير الفرع ويقول له هذا محمد فراس بده يهاجر. بلاها المزحات هي بعقار، وروح حاسب انت. لك شبك اليوم شبك. هلك للامانه انت دائما موسوس من حسوني ومن اي كلمه خارجه عن سياق كتاب القومية تبع البكالوريا، بس اليوم كأنك مزودها فراس. لك أخي بالمشرمحي خبروني إنه اليوم كانوا عم يسألوا عني بالسوق. مين؟ مين يعني لك فادي؟ أهل العروس. بدك تجواد؟ مو على أساس لسه ما فاتحت الحجي بقصة ماسا؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. القصة مو هيك أبو عقاب، هدول غير خطابة. أيوة رفقات مودي. انا هلا ما راح ارد عليك حتى افهم تراش القصه. وين فراس؟ فراس عمي بس خلصوا غلطتكم كمل السيره. انا رايح لعنده. شو شباب شو عشان انا رايح. كنتوا عم تسمعوا حلقه من مسلسل فتت ملعبت. هذا المسلسل سيناريو وحوار من راديو السوريالي، الانتاج بالاشتراك مع هوا سمارت.